اصلحها من خلال حضرتك تجدد ولا خلاص كويس كده؟ يعني يعني انا اعتقد بوجهة نظري انها تفيد البلد اكتر، يعني يعني وجودها مفيد للبلد ومفيد لاستقرار السوق الذهب المصري. دخل قد ايه من ساعه من المبادره دي لحد النهارده؟ اكتر من 2 طن. 2 طن ما شاء الله، ده كميه. 100 طبعا كميه، وممكن يخش يعني كان يعني ويمكن اكتر من كده كمان. 2 طن ذهب مع الناس جابوهم من بره؟ دخل 2 طن. ده تمنهم كام الطن ده؟ تمنهم كتير. الكيلو دلوقتي ب 3 مليون، دربهم بقى. الطن الكيلو ب 3 مليون. ما شاء الله. ده احنا ودول بالتالي يزود الاحتياطي بتاعنا مش كده من الذهب؟ يعني هو طبعا الذهب ده بيبقى متداول بين الناس، ده بيعمل ثبات واستقرار للاسعار لسوق الذهب. بالاضافه طبعا وجود الذهب انت يعني هو عوض نقص عائدات المصريين اللي نقصت هذا العام حوالي 23%. لان زي ما بقول لمعاليك قبل كده وقلت، هو الذهب احتياطي استراتيجي للافراد وللدول. يعني وجوده هو وهو يساوي اي عمله. الذهب هو العمله الوحيده التي معتمده في جميع انحاء العالم بلا استثناء. يعني الذهب يعني بدل اي عمله. فعشان كده وجوده لا بيعتبر شيء جيد، بيعمل استقلال للسوق وكمياته حتى موجوده. نتمنى طبعا ان مزيد من رفع الاحتياطي الاستراتيجي للدوله، لان ده بيدي قوه للعمله المحليه. بقى عندنا كم طن النهارده احتياطي؟ احنا اخر حاجه كان 125 طن. 125 طن؟ 125 احتياطي البنك المركزي. ان شاء الله هيزيد ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله طبعا نتمنى اكتر، نتمنى نعدي ال 200 طن باذن الله. نتمنى، شغالين على 200. باذن الله طبعا، ده لان ده هيدي اي احتياطي ذهب هو قوه للعمله المحليه. طب هل ده عندنا فتره محدده او مرحله محدده او يعني؟ الحمد لله مصر مبشره بكل خير، ويعني وزارة البترول والثروة المعدنية والمناجم بتشتغل بكل قوتها، وبإذن الله يعني نتائج مبشرة وكميات محترمة يعني، وبإذن الله يضخوا الكلام ده في الاقتصاد القومي ويكون لي بالغ الأثر في تقوية الاقتصاد المصري. عارف دكتور ناجي بحب أكلم حضرتك ليه؟ وأنا بحب أكلم حضرتك جدا. طب الأول عارف حضرتك قول لي ليه وأنا طب ليه؟ عشان بقى بتديني دايما تفاؤل جميل. صدقني بجد يعني والله. لا صدقني هي دي الحقيقه، ويعني دايما نقول تفائلوا بالخير، يعني الواحد يتفائل وهي لا اصل دايما حتى بتقول لي معلومات وبتبقى دقيقه وحقيقيه. يعني مفيش مره حضرتك تدخل معانا الا وتقول لنا الحقيقه. ما انا بقول لك الواقع اللي موجود حضرتك. نعم. يعني انت ما سالتني على المبادره. انا ممكن انا قلت لك الواقع كذا. نامل باذن الله. نعم. يعني باذن الله طبعا نامل ان يتم تجديدها، لانها طبعا افادت الفرد، يعني اكيد طبعا فايده وفايده، وده كان مقترح من وزاره التموين عندنا ومن الدكتور علي مصلحي شخصيا. نعم. دي هتبقى ليها اثر جيد، ونتمنى انا عن نفسي اتمنى ان احنا نوصل لاحتياطي نتخطى ال 200 طن باذن يعني الله. باذن الله. اشكرك شكرا جزيلا دكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب. النهارده عندنا 125 طن ذهب احتياطي في المركزي، قال لك شغالين عشان يبقوا 200 طن ان شاء الله ان شاء الله، وقال لك هنبقى انا كمان نتجاوز 200 طن ان شاء الله. كل ده ما يبقى موجود كاحتياطي النهارده بيؤدي للعمله ايه؟ يعني تقوى العمله بتاعتنا. كل ما زاد احتياطي كل ما العمله بتاعتنا تبقى قويه ان شاء الله، فشغالين على ده. كل الشكر والتحيه للدكتور ناجي فرج. نروح لمجلس النواب النهارده، كان في جلسه برئاسه المستشار احمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، كانوا